مساء الخير. سافر لمعونة الصديق فأصبح بحاجة إلى معين، ووجد العقيد وسام الحسن نفسه أمام ارتكاب مخالفتين: السفر من دون أمر مهمة، وفتح علاقة بالقيادة المصرية الجديدة قبل أن يقرر لبنان الرسمي ذلك. أعطى الحسن الشفريفي أمر مهمة بهدف إصدار بيان توضيحي عن الزيارة الملتبسة لمصر، نفذ اللواء وسطر بيانا عن المديرية العامة لقوى الأمن يورط الحسن أكثر مما يبرر له، إذ إن البيان أكد أن الزيارة مقررة مسبقا وبناء على موعد مع معالي الوزير رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي الذي تسلم منصبه حديثا. ولكن إذا كان رئيس الاستخبارات المصرية له كيان ومنصب وقد عين رسميا، فمن عين العقيد وسام الحسن؟ وبأي صفة ذهب؟ ومن كلفه البحث في المسائل الأمنية مع القيادة العسكرية المصرية؟ لم يجتمع مجلس الوزراء لإعطائه أمر التفاوض، وما من مجلس موجود ليلتئم. وفي حال التفاوض فإن رئيس الاستخبارات من المفترض أن يلتقي نظيره رئيس الاستخبارات لا عقيدا، مختلفا على شعبته وفرعه المخالف للقانون. وزير الوصاية زياد بارود تحرك على خط المخالفة وطلب من اللواء الشفريفي بعد استدعائه اليوم اتخاذ التدابير المناسبة حيال سفر الحسن إلى الخارج. وتقول أوساط بارود إنه أعطى المدير العام لقوى الأمن مهلة 24 ساعة للتوضيح قبل أن يتخذ التدابير القانونية لهذه المخالفة، وبموجب القانون فإنه لا يحق لريفي إعطاء أمر مهمة في الوقت الحالي، وأن أقصى ما يمكن أن يمنحه هو مأذونية سفر لا يكلف خلالها بمهمات وهي أشبه بالإجازة. فهل يسجل بارود في الوقت الحكومي بدل الضائع هدفا في مرمى الشعب العاصي على القرارات؟ وهل يتضح السبب الحقيقي لسفر وسام الحسن؟ قناة الجديد لديها الإجابة، والتي تقع في صلب حماية الشاهد الزور محمد زهير الصديق بعد أن جرى الكشف عن مكان إقامته ووضعه في عهدة النظام المصري السابق. هذه البلبلة قد تعكر صفاء السماء التي كانت زرقاء، وتعد الأولويات 13 من آذار ومهرجانه المسبوق غدا بلقاء البستول، وسيتم عند 5 عصرا إطلاق ما سمي الوثيقة السياسية للقاء الذي ستحضره قيادات من الصف الأول. وبحسب تقويم عين التيني فإن بكاء قوى 14 الشهر هو على السلطة لا على العدالة، فيما تلقت هذه القوى الطلاق البائن من النائب وليد جملاط الذي كاد يصف أفعالها بالحقارة. طلاق ماروني تسجله بكرك الليلة بوداع البطريرك صفير وبدء خلوة انتخاب البديل الذي يؤمل أن يكون بطريركا للبنان وسائر المشرق، ولا تنتهي حدود صلاحياته الرعوية والسياسية عند أول مفرق معراب. بطريركا لا يجر لا عربة ولا حصان، وأن يرى كل أبناء الوطن من منظار واحد لا بعدسات سياسية.